يا ابو عبدو يا ابو عبدو، الخلق على هالمرض عم تهرهر هرهره. الله يرحمنا، بس يرحمنا ويعفي عنا. مرض لعين لا عم بيعرف لا صغير ولا كبير، لا رجال ولا حرمه، عم بياخد العالم قص. اطلع بلقيت وانا شي. كتير كتير خايفه يا ابو عبيد. لا تخافي، عمر الشقي باقي. لك ماني خايفه على حالي، ما بموت الا اللي خالص عمره، بس ناني خايفه على الفانس. ايش بده يصير عليهم اذا الله اخذ امانته؟ اعتادوا علي وعلى حكاتي وعلى لقشاتي، حبيتهم وحبوني. هلا خايفة قلت لهم معجبينك، ما اكلت همي ايش بده يصير علي انا اذا خيتوه. شيلي من هالقصة الله يسترك، عالي ما بتحمل يفكر بهيك شيء. لك يا ابو عبدو، الواحد ما بيعرف ايش بجرى عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. لازم تحسب حساب لهاليوم وتاخذ استحياطاتك. ايش شو استحياطات؟ ايش اعمل يعني؟ تلاقي لك بنت حلال، تاخذ موضعي، تكون يعني مع عبدو التانية بدالي، اذا انا اتكلت بقى والله اخذ امانته. ايه لا تقوليها، لا تقوليها، ما حدا بياخد موضعك بقلبي طاول، قلبي خلق الك، الك ليش وبس. قلبك ايش له علاقة خيو؟ أنا عم بقول لك حب عشاق. لك ايش بدك فهميني؟ عم بقول لك نلاقي لك وحدة، يعني تكون بدالي بحلقات مع عبدو، تشيل لك كبرتك، تأنس وحدتك، مشان ما تضل تفكر فيني، بتجن والله بتجن. يعني هيك قولك؟ إيه إيه. خيتو لا تاكلي همي، الله بدبرني ببقى انا بزبط الوضع. لا ليش زبط على كيفك؟ خلينا نزبط التطبيقة سوا واعرف على حياة عيني من اللي بدها تخلفني لحتى اكون مرتاحة هنيك. يا رب دخيلك ايش بطلع براسك قصص. يا ابو عبد الوفي المخلص، هدول بناتك كل وحده رايح راسها ببيتها اولادها، وما خرجها امي فيهم يقوم يخطبوا لك. وان كان اختك فخورتي بدها تقوم تنقي لك على كيفها، هي ما بتحلم فيها طاول. ايه وش الحل؟ بنقي لك على كيفي، انا اكثر وحده بتعرف ايش بتحب ايش ما بتحب، ايش بصير معك ايش ما بصير معك. الله من كل عقلك عم تحكي؟ من عقلي ايه، بس من قلبي لا. ديلي فيها وحاج حكي فاضي. لخيوش علي، اذا ترقدت لك على شقفه كويسه تلاقي هيرم بعد ما اتكي، بتضل تدعي لي بتتذكرني بالخير. قلت لك الفي يا ام عبدو ماري حالف شي، قال لي ايش مواصفات يلي بدك تلفها من بعدي، شلون تريد تكون، هات لاشوف. حسبي الله ونعم الوكيل. لك احكي يا ابو عبدو لا تصير دخي، نورني. يعني اذا كانوا لابد اقل شي تكون مثلك على احسن قطرة. شوف ابو عبدو لا تصعب علي، الاقي لك مثلي كتير تشاتين، حس انه اصل وطولة بال وفهم واخلاق وخفة دم وشطارة وتقانة، بتعرف تعمل كبة مبرومة وتحشي بيوات، هدول مستحيل تلاقيهم مجموعين بوحدة. بدك تغض لك نظر عن بعض الشغلات نعني. اذا ما كانت مثلك واحسن منك ما بدي كل هالشغلة، يبقى الكبة المبرومة باكل عند اختي. يا ابو عبدو يا ابو عبدو، طلب المستطاع حتى تطاع، مين ده الاقي لك وحدة مثلي؟ يا على هالروغة. خيتو انا هيك طلبي، لا مثلك لا بلا. ايش شو بلا ايش شو بلا، رجال مسكتش حالك سكاجي تبرك بلا مرة وتستنى الخلق تطلع عليك؟ لا والله ما بدشك تكسر تمك لاختك وكنينك وبناتك، ايش من صار؟ بدي امن عليك وانا قيلك بنت حلال ما تعيزك لحدا. لك انت بتغار علي من نسمة الهوى، خش تتحمل الضرة. اضر عدوينك الهي، من قال لك تأجيب ضرة؟ انت عم تقولي؟ مو هلا مو هلا، راسا سن سنينه ما شاء الله دنجوان زمانه. ايه بقى مو انت عم تلعبي بعقلي؟ عم بحكي اذا قدر الله واتكلت قبلك. هلا انا اذا الله اخذني قبلك، خرجي صلك نفس الجدد من بعدي؟ يا ابو نحن النسوان قد ما بنقضي معكم تعيف نفسنا هالقصة، وبنرفع التوبة من بين ايديكم. وانا مثلك؟ لا لا مالك مثلي طاول، انتم بعد ما ينفض التالت رأسا بتقلبوا الصفحة بتفتحوا صفحة جديدة وبتتشبشبوا وبتتنشنشوا، هاي اذا ما ضربتوا وتصبغ لشعركم كمان. قلي 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 شلون بدك اياها وحاجة تبيض علي. لا خيطر وقتها ما بعرف ايش بصير معي. لا شوف همتي، ليش نستنى لوقتي؟ من هلا منركز على وحدين، يعني صار ما صار رأسا بتطق البيزر بتتركن. يعني ايش شو يعني؟ يعني فيها وجهة نظر. اصبح امطت 10-11. خير ان شاء الله، الله يتمم على خير الهي. خلينا نشوف ايش شو خياراتنا لحتى نعتمد. هاتي لنشوف. اول شغله على القرايبين، ما بدنا نقرب طاول طاول، كلهم بيعرفوا ايش مقضيه معك وما خرج حدا يعطينا. بلا بلا القرايبين، بنروح على الغرباء. الخيار نمبر 1 خياطتي ازهار. ازهار حلو اسمها، ايش شاي ريحتها، ايش طينتها، عجينتها. نص كويسة، نعمة ما في طول، ضعيفة مرقوقة رق مثل البسطيق، بس حبابة بقى وريكزة وصاحبة كار، يعني بطالع قروش منيح من شغله. ما لازمتني قروشة، وتصل على راسي، على بحط بالبيت وعم بصرف عليك وتحملني منيات غيرها. عندك أخصان، أختها لجارتنا أم سعيد،
محاسن ما في، بس بقى شو بتشوفه بتقول نيتا من الجرنال، غوا ولبس وتركين، ودائما لون اندرته مثل لون شنتيته، مثل لون غطا موبايله، مثل لون حمرته. حلو هيك احسن التعجيل. ايه ايه، واذا ضيعتها غدا بتلاقيها بشي كافيه مع زوات مشكل ملون كتير كتير، يعني اجتماعيه ملقشينيه، يعني قراره وطراره هيك شي، بس بتغرف القلب قد ما لها مسخنه ودمها كازوز. شو قد عمرها هي؟ باراضي الـ40 يعني. ايش السي في تبعتها؟ هي تجوزت بزمانه، اول واحد طلع عقله خهوى وغيور شكاك كتير، عزب كتير طلقته. الله معه. رجعت تجوزت التاني ما في سنتين مريض والله اخذ امانته. يلا بركي بصير نصيب عليك، والتالت ثابت. لا ثابت لا متحرك، هي شكلها مقضية كتير، وغادي بتقلي الاولاني كان هيك والتاني كان هيك، ما بدي الوجع الراس كله على بعضه. اذا هلا لكان بنفكر بورود كوايت الشعر، كويسة من الكويسات، معباية اترا في طول، بس طولها مشين عيب لسينا بقى، ما بتخل لحلقة وضمامة لولو درجة أولى، يعني بتحط دائرة النفوس بجيبها قد ما بتعرف خلق وعالم بتعرف قصصهم. طاول ما بتصير معي، ناقصني ضمامات لولو يطجوا راسي بقصص العالم، لبين خلصت ما ضل حدا لحدا. من مين خلصت خيو؟ خلصيني مع عبدو، نقلي وحدة بيتوتية أقمط عليها ونسكر بقى الموضوع. خلاص خلاص فهمت شو طلبك، بدك بنت بيت ما بس تمها غير امها، ولا لا طلعه ولا لا دخله. ايه هيك شي. اصبح مناخد لك افنين جارتها لضحوي، كتير كتير بنتك تشكر منه، قال ست بيت درجة اولى، طبخ ونفخ وكاتويات والخلق بتحكي بتانتا وبربستة، تدخل على حوش ابو عبدو كأني داخل على مستشفى من كتر النظافة، عم بقلك مسوداني من المسودانات. ايوه بكرة تقضي لي على شطفة وعلى مسحة، وتخل لهون ولا تخل لهون، واليوم حيسب لي جولادك اشحل البيت، وبكرة عندي تعزيل ما بنا حدا، وشوي شوي بتعمل حظر على جيد الخلق لعنا. يولي على قلبي ان شاء الله. بتحرمون للولاد من دخلك بيت ابوهم؟ بصير بلوك فورا، شطبت من الليستة. لا بلا بلوك يعني، بس دفشيها لاخر الليستة. والله حيرتني يا، مش عندك مونوين؟ يعين الله اللي بدها تعلق من بعدي ابو عبدو. والله انا اللي بدي اعلق وارجع اركب على كتافي بلوه تاني تهد لي اياه. لي على قلبي ان شاء الله، حقك حقك. لك انا كبرت يا ام عبدو، كبرت وكتافي ما بقت تقدر تشيل حدا. خيو تعلق لك نصيحه من مره لرجال نفسه خضره بس ما مبين عليه. ايش نصيحتك؟ هاتي لنشوف. بلا لك كل هالشغله، ولا تصدق اللي بيقول لك من تنى دخل الجنه، عيش وانبسط وخوض حريتك وطلع وتخول على كيفك وتهنى بولادك، واوعك اوعك تركب حدا على كتافك. وليه على قلبي؟ كل ايام ما بقت خرجة تشيل، بقى تجي وحدة تتعشبع على كتافك تدلك ياه؟ ايه احسن، ومشان ازهار واغصان وافنان وحديقة السبيل كلها الله يبعث لهم نصيبهم، انا ما بقى بدي. بلا خيو بلا، يبقوا بناتك وكنينك بيعملوا دورية وبيجي بطلوا عليك. ايه معلش، يجوني بناتي واختي احسن ما تجيني هي ام اندرا وشنطاي وغطا موبايل نفس اللون. صعي نسيتها، يم طرف مين كانت؟ واختها لأم سعيد جارتنا تالت قط. ايوه شو قلتي لي عمرها؟ يعني بعطيها بين الـ40 والـ45، بس ما مبين عليها طاول ولا بتحزر على عمرها. بجيها بجيها، على علمك حيطة بفكرة جاهزة؟ كتير كتير دايم الدوم تقولي حوشيلي على عريس من الفانس اللي عندك، بس يكون شي مقبل. خير خير ان شاء الله. على ايش خير يابو؟ خير انه نصحتيني ما اتورط مع حدا غيرك. خيتو الله يطول لي بعمرك ولا يحرمني منك. امين. مع اني رد اخذ معك، بس انت بقى ما بدك، ما بتريد طاول. ايه لكن بعد الغزاله بمعيون الكحله منين بلاقي انظم وانسب واحلى؟ وانا ذات الشي بعد حصان ابو غره اخذ بطبط الخره. قومي قومي، حاجتنا قص وشبر على الفاضي.